ومثل ما تعودنا اول اسبوعنا نروح للمتنبي الجوي حسان الجردي. بلشنا نحس بتقلبات الاجواء وبلش درجات الحراره يصير فيها انخفاض بشكل مفاجئ. خلونا نعرف اكثر كيف حيكمل معنا طقسنا خلال هذا الاسبوع. بدي اقول يسعد صباحك استاذ حسان. صباح الخير. يسعد صباحك يا هلا. يسعد صباحك استاذ حسان. صباح الخيرات. يسعد صباحك استاذ. خبرنا كيف عم تكون احوال الطقس ودرجات الحراره بمحافظاتنا السوريه، خصوصا انه بهي الفتره عم نلاحظ في انخفاض كبير بدرجات الحراره. تعودنا دائما معك نعرف كيف عم تكون الاجواء بشكل عام خلال هيدا الاسبوع. شكرا عينك. صباح الخير من جديد لك لزميلتك لفريق العمل الاخباريه السوريه. هلا قبل ما نحكي عن الاحوال الجويه خلينا بس نوضح بسيطه انه اليوم هو موعد الاعتداء الصيفي. اليوم رح تكون الشمس عمودية مباشرة على خط الاستواء. اليوم تساوى ساعات الليل وساعات النهار، رح يكون عدد الساعات متساوي تماما لعدد ساعات الليل. رح تشرق الشمس خلال هيدا الفصل الناس اللي بتحدد الجهات بطريقة دقيقة جدا من جهة الشرق تماما، وبكره رح يكون اول ايام فصل الخريف لهذا الموسم المطري لعام 2024-2025. وبشكل عام يعني قبل ما يبلش الخريف كانت الاجواء خريفية معتدلة إلى خريفية عادية بأغلب المناطق مع خطوات مطرية نتيجة تأثرنا بكتلة هوائية معتدلة ورطبة أثرت على منطقة شرق المتوسط وأدت خطوات مطرية. فمع اقتراب فصل الخريف ودخول فصل الخريف باعتبار بكرة أول أيام فصل الخريف، تبقى الأجواء الخريفية المعتدلة هي سيدة الموقف خلال النهار. أما ليلا تكون أجواء باردة خاصة بالمرتفعات الجبلية مع حرارات عم تكون اقل من المعدل باغلب المناطق، واستمرار الهبات الرياح النشطه على فترات خاصه بالمناطق الوسطى والجنوبيه والمرتفعات الساحليه مع حرارات ادنى من معدلاتها وفرص لهطولات مطريه تتمركز في الساحل واجزاء من الشمال الغربي. اما بالنسبه لحاله الطقس خلال 24 ساعه القادمه وفقره على خلال هيدا الاسبوع، البلاد بشكل عام عم تبقى تحت تاثير امتداد منخفض الموسم الهندي السطحي المترافق بتيارات غربية معتدلة ورطبة بطبقات الجو العليا. بشكل عام تستمر الأجواء غائمة جزئيا مع بقاء الفرصة مهيئة لهطل زخات من المطر، تكون مصحوبة بالرعد وغزيرة ببعض الأحيان لأماكن متفرقة من البلاد. أفضلية حدوث هذه الزخات تكون بالمناطق الساحلية والشمالية الغربية وأجزاء من المنطقة الوسطى والجنوبية والجزيرة. كما تبقى درجات الحرارة أدنى من معدلاتها لمثل هذه الفترة من السنة بنحو 2 إلى 5 درجات مئوية لليوم ولنهار بكرة، والأجواء تبقى أجواء خريفية معتدلة بأغلب المناطق. خلال ساعات الليل عم تكون الأجواء باردة خاصة بالمرتفعات الجبلية مع نسبة رطوبة عالية بالأجزاء الغربية من البلاد واحتمال تسفل ضباب خلال ساعات الصباح الباكر بالمنطقة الوسطى والقلمون وأجزاء من المنطقة الشمالية. الرياح غربية إلى جنوبية غربية بين الخفيف والمعتدل مع هبات عم تتجاوز سرعة الهبات في بعض الأحيان 55 كيلومتر بالساعة خاصة بالمناطق الوسطى والجنوبية والمرتفعات الداخلية. تسير الغبار بالمناطق الداخلية وتكون الأجواء سليمة بكبرها في المناطق الشرقية والبادية. أما البحر عم يكون خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج، يمكن يتجاوز ارتفاع الموج ببعض الأحيان 1 متر. هذه الأجواء تستمر معنا لليوم ولنهار بكرة، فرصة الهطول المطري بتكون موجودة بالساحل والشمال الغربي وأجزاء من المنطقة الوسطى والجنوبية، وتكون الهطولات نوعا ما غزيرة ببعض الأحيان ومترافقة بالعواصف الرعدية. هيدي حالة عدم الاستقرار والأجواء اللي خلينا نسميها الأجواء المعتدلة الغير المستقرة تستمر معنا حتى منتصف هيدا الأسبوع. تضعف فرص الهطول اعتبارا من يوم الاثنين وتبلش الحرارة تميل للارتفاع بشكل طفيف. تستقر الأجواء أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس وتبدأ الحرارة بالارتفاع بشكل تدريجي لتصبح نهاية هذا الأسبوع أعلى من معدلاتها بقليل بأغلب المناطق والمدن، وربما تكون بالمناطق الشرقية والجزيرة والبادية أعلى من المعدل بنحو 2-3 درجات مئوية، وأجواء خريفية معتدلة إلى أجواء خريفية عادية. تصبح نهاية الأسبوع أجواء حارة نسبيا بأغلب المناطق تقريبا. بالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة بدءا من العاصمة دمشق لليوم 29-20، وقنيطرة 23-15، والقلمون 22-12، درعا 27-13، السويداء 25-15، المنطقة الوسطى 5-5، 29-18، حتى في منطقة الجزيرة 34-20، الساحل السوري بلادية وطرطوس
30-22 شمال حلب وإزير 28-12 دير الزور الرقة كمان المنطقة الشرقية 33-22 بالبادية السورية مدينة تدمر 31-19 هذه الأجواء بهذا الفصل نحن دائما منحذر من الفروقات الحرارية بين الليل والنهار ومنحذر من النشاط بسرعة الرياح والأجواء السليمية المغبرة والأجربة المسارة بسائل الرياح خاصة من المناطق الشرقية والبادية السورية. أجواء الخريفية هي سيدة الموقف خلال هذا الأسبوع مع استمرار فرص الهطول المطري حتى يوم الاثنين منتصف هذا الأسبوع وأجواء مستقرة حتى نهايته تصبح حارة نسبيا بشكل خاص تكون الأجواء حارة نسبيا بالمناطق الشرقية والجزيرة والبادية علما أن الهطولات المطرية كانت متميزة خلال اليومين الماضيين وكانت أكبر كمية هطول في محافظة اللاذقية يوم امبارح بلغت كميتها بما بين 89 ملم.